والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة أخرى من برنامج من كل زوج بهيج. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا القرآن الذي نزل في 23 عام 23 ساعة من الوحي ينزل ليعلم الناس كيف يعيشون بهذا الوحي، وليس ينزل هكذا لنقرأه. الوحي ليس لنقرأه، الوحي جاء ليعلمنا هذه الحياة ولنرى من خلاله كل شيء في هذه الحياة، لأن ليس هناك شيء غير معد. فيعني من كثرة يعني ما وجدنا من جماليات في هذا القرآن، فهذه المواضيع ربما إن شاء الله ستطول لمدة سنة وأكثر من سنة، لأن هناك أشياء جميلة في القرآن ويجب هذا الجانب كذلك يعني أن يعلمه الناس، وليس يعني جانب الأحكام والجنة والنار وهذه الأشياء هذه. فالقرآن عنده جمالية وأشياء جميلة يعني ينفذ ويعني يحبه الناس لما يقرأ، وكذلك يقرأ بعين المنظور بهذا الكون. فهذا هذا هذا كتاب الله، نعم هو مسطور، ولكن يجب أن نقرأه كذلك في كتاب الله المنظور في الكون. من القرآن المكي كله قرآن علم المادة ساينس، كله قرآن خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وخلق النبات وخلق الحيوان وخلق البحار وخلق الفضاء يعني والكواكب إلى آخره. فهذا هذا هو قرآن علم المادة ساينس، يعني هذه لي سيونس. قرآن علم المادة نزل قبل قرآن الأحكام، وقرآن علم المادة هو المهم لأنه هو الذي يعيش به الناس. والقرآن جاء للدنيا وليس للآخرة، ويجب أن نتدبره في الدنيا لأن في الآخرة لا نحتاجه، والآخرة ليس فيها أعمال. فاليوم نتكلم عن جمالية أخرى، كلمة فقط سنتناول كلمة فقط، وهذه الكلمة اسمها الطيب أو الطيبات. فهذه الكلمة ربما نؤلف فيها يعني كتب إذا ما عرضناها على العلوم الكونية، إذا ما فسرناها لغويا فيعني ستفسر في سطر أو سطرين ثم هكذا يعني. فهذه كلمة الطيب التي وردت في القرآن، وكأن الله سبحانه وتعالى يعني طبعا يعني يصرفنا إلى هذا الطيب، وما دون الطيب يجب ألا نقربه وألا نستهلكه تماما، لأن كل شيء خلقه الله طيبا في هذا الكون، كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني من شيء من كل نبات، وأنبتنا فيها من كل شيء. شيء هنا قرآن عام، قرآن مطلق، قرآن يهم كل شيء التي تخرج من الأرض. أنبتنا فيها من كل شيء موزون، بمعنى الميزان في الوقت، أن كل شيء عنده وقت، وأن الميزان كذلك حتى في المنطقة. يعني نحن نعلم في علم البيولوجيا أن لما نحول نبات من منطقة إلى منطقة فخصائصه يعني تتغير، ويعني هذا الميزان هو الذي يجب يعني أن لا نفسده. فهذه كلمة طيب جاءت كأساس الذي نسميه بلاتفورم، يعني كأساس في التعامل مع الأشياء التي نستهلكها أو التي نتمتع بها في هذه الحياة. وهذا النص الذي جاء يعني في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني شهادة أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو it has mentioned in order، هو يعني ذكره الله سبحانه وتعالى مذكور في كل الكتب الأخرى. هذه ماذا يفعل هذا النبي هذا الرسول؟ هو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فيعني هنا يعني كيعطينا الله سبحانه وتعالى ميزان في هذه الحياة ما بين شيء طيب وشيء خبيث، وأن الطيب هو الذي يجب أن نتعامل معه، ثم يجب أن ننكر وأن نمنع يعني وأن لا نقرب هذا الخبيث. ويعني هذا الخبيث هو من صنع الإنسان وليس من صنع الله، أن كل ما خلق الله فهو طيب، وأن الخبيث لا يأتي إلا لما يتدخل الإنسان بفعله وبيده، كهذه الأشياء العلمية الآن
الذي طرأت على مخلوقات والأشياء بعض الصناعات، وحتى يعني طرق الطهي في المنازل، حتى طرق الطهي ربما يعني هذا الشيء الطيب الذي يأتي من الطبيعة ربما طرق الطهي يعني ترجعه أو تعيده أو تصيره خبيثا. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، معنى أن كل الأشياء الحلال أو فهي طيبة، وكل الأشياء طيبة فهي حلال، وأن كل الأشياء المحرمة فهي خبيثة، وكل الأشياء الخبيثة فهي حرام. بمعنى أن نأخذ المعنى يعني على وجهين، ليس الحلال هو الخبيث، ولكن الخبيث كذلك يجب أن ليس الحرام والخبيث، ليس الحرام خبيثا، نعم الحرام خبيثا لأنه حرام ولا نذهب إلى الخبيث، ولكن يجب أن نقرأها كذلك من 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 يعني من من الأخير، أو بأن الخبيث كذلك حرام، الخبيث يجب أن يكون حرام، وهذا هو يعني الذي يجب أن نفهمه من هذا السياق القرآني العظيم، لأن كلمة في القرآن هي تكتب فيها كتب. يعني فهذه كلمة الطيب ماذا تعني من الناحية اللغوية؟ يعني ستفسر في جميع الكتب، تفسير ابن كثير، طيب طاهر بن عاشور، القرطبي، هذه تفسير كلها تقول طيب تعسر في الطيفة وعرفه الناس من الناحية اللغوية هو الشيء الذي يعني إلى آخره. لكن الطيب من الناحية العلمية ساينس، الطيب من الناحية العلمية هو الشيء الآمن، سيف in English، سيف، لأنه لا يضر ويعني ولا يحدث أي انزعاج في الجسم. It doesn't harm your body. It doesn't. It's not harm. It's harmless. يعني ليس فيه أذى ولا ضرر ولا يحدث أي انزعاج ولا أي تفاعل داخل الجسم. بمعنى بعض المأكولات الآن وبعض الأشياء تحدث ليس أمراض، منها من يحدث أمراض، منها من يحدث تسممات، منها من يحدث كذلك حساسية داخل الجسم أو خارج الجسم تحدث حساسية. فهذه يعني هذا هو الطيب. الطيب فيه يعني صنفان من الخصائص. الخصائص الأولى أنه لا يحمل أي شيء خطر من معادن ثقيلة أو مبيدات أو يعني جينات أجنبية أو أشياء سامة أو يعني تكونت فيه بعض الجراثيم أو التوكسينات أو ملوث ببعض الجراثيم أو حامل لهذه الجراثيم أو حامل للتوكسينات أو حامل لبعض المركبات الأليرجينية التي تحدث حساسية في الجسم مثل الهيستامين أو أشياء هكذا، لأنه آمن سيف. والصنف الثاني من الخصائص أن يكون آمن وكذلك بجودة عالية، يعني جودة عالية، معنى جودة عالية أن تكون الخصائص الحسية من مذاق ولون ورائحة ونكهة ويعني حتى يعني التكستير، يعني حتى الشكل الداخلي لهذا الشيء لما نمضغه يجب أن لا يكون يعني مخالف يعني الأشياء التي يكرهها الناس أو لا أو يكون مضغه يعني شيء ما. فيعني هذا هو الطيب، والحلال طيب، والطيب حلال، كل الطيبات أحلها الله، والحلال طيب كذلك، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم الكتاب: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم، يعني جمالية التعبير، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والآية اللي تبعها: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. يعني قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالزينة ربما نعني بها يعني التزيين والتياب، والإنسان يكون شعره جيد، يكون لابس جيد، يكون حتى مكانه جيد، والمكان الذي يجلس فيه جيد، يكون عنده كرسي جيد، يكون عنده أشياء كلها يعني جيدة، هذه تدخل في الزينة الخارجية أو في الزينة المنظرية. لكن الزينة الداخلية هي الطيبات من الرزق، هي الأشياء التي يأكلها. يعني هنا فرق الله سبحانه وتعالى ما بين الزينة التي الظاهرية ثم الطيبات من الرزق. يعني الطيبات لا تحرم، قل من حرم زينة الله تعالى شو الطيبات من الرزق، لا يمكن أن نحرم طيب، لا يمكن أن يأتي شخص يقول هذا حرام. وليش؟ وهو ما ظهر الآن في بعض الأنظمة الغذائية أن بعض الباحثين أصبحوا يحرمون الجلوتين، القمح، قمح الشعير، وأصبحوا يحرم إذا كان هناك مرض، نعم مثل السيلياك، نعم فهنا طيب. ولكن هناك أشخاص ليس بهم مرض ثم تحرم عليهم بعض المأكولات مثل القمح ومثل حتى بعض يعني الحليب مثلا، كسين الحليب إلى آخره. فالخلل ليس في القمح والحليب، ولكن الخلل في أن هذا الحليب والقمح هل هو طيب؟ إذا كان طيب فلا يمكن أن يحدث شيئا في الجسم، أما إذا تغير وراثيا فهنا شيء آخر.
فكاسين الأبقار العبرجينية والأعلاف العبرجينية هو الذي يحدث حساسية عند الأطفال وعند النساء وعند الأشخاص اللي عندهم أشرة. ثم القمح الذي تغير وراثيا وفيه يعني الآن بيستيسيدات يعني هذه مبيدات هو الذي يحدث انزعاجات داخل الجسم، وليس القمح الذي كان يأكله الناس. والإنسان عاش على القمح منذ أن خلقه الله، عاش على القمح والحنطة والشعير والذرة، هذه النشويات عاش على الإنسان وهي طعام الإنسان. ثم هناك سياق آخر وهو الخطير، سياق آخر في سورة طه، هذه يعني كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يعني هنا خطاب قوي جدا، يعني ولا تطغوا في كلمات لا تطغوا، أن الشيء يعني الطغيان هو الزيادة في الحد، يعني هو تعدي الحد المعقول أو الحد المرسوم يعني كحد عادي. يعني لما يعني نقول طغى يعني نعم طغى الماء، يعني طغى الماء هي ارتفع عن حده، يعني طغى يعني ويعني جرف كل هذه المباني. ولا تطغوا فيه معنى لا تطغوا فيه، كيف نطغى نحن في هذا الطيب، هذا كيف نطغى فيه؟ كأن يكون طيبا ثم بطرقنا يعني لا يصبح طيبا. شيء بسيط جدا، مثلا أن اللحوم الآن الغير مذكات فهي طيبة، ولكن إذا لم تذكى تصبح خبيثة. هذا شيء بسيط جدا. ثم أن حتى اللحوم المذبوحة أو الحلال إذا طبخت هكذا طرية وكلحم يعني هذا فهي جيدة. ثم إذا مثلا الآن يعني حورناها وصنعنا منها منتوجات أخرى سنضيف إليها مضافات غذائية، وأن أنواع النقانق، هناك أنواع النقانق التي تحمل 16 مضاف غذائي، يعني من 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 المجمدات والمحمضات والمحفظات والملونات والمكنكيات والمسيح العلي. الملونات 2 سرطانية وتحديث الحساسية وكثرة الحركة عند الطفل، والمحفظات هي البنزوات والسوربيت هادو حتى النيتريت، هذه مواد سرطانية كذلك كارسينوجينيك. ثم نضيف المونوسوديوم جلوتاميت مع بعض البودرات يعني فيكول، هذه ربما تكون بطاطيس او يكون رز او يكون اشياء هذه. ثم تضاف كاين انواع من النقانق تضاف اليها السكريات، وكاين مناف تضاف لها الاسبرتام بعض السكريات الكيماويه. ثم نضيف الكاراجينان، ثم نضيف الالجينات، ثم نضيف هذه المجمدات وهذه الاشياء، ثم نضيف حتى يعني الجيلاتين ونضيف اشياء هكذا، فيعني مكونات. فهذا اللحم كان طيب، كان جيد، كان جميل، لما تحول عبر هذا التصنيع وعبر هذه الاضافه هذه فربما يصبح خبيث. لماذا؟ لانه غير امن. فاذا كان غير امن not safe، والسيف لا نعني بها يعني الجراثيم، السيف نعني بها أي خطر، يعني حتى المضافات الغذائية حتى الأشياء هذه التي ممكن أن تضاف لهذه الأشياء. ولذلك هذا طغيان، هذا يسمى طغيان في المادة، لأننا يعني هذا الإنسان طغى في هذه الأشياء، يعني فعل في أشياء يجب أن لا تكون. ثم أبسط مثل لما نطهي بطاطس مع المرق مع زيت زيتون ماء توابل هكذا، اعتاد الناس أن يطبخون هكذا، جميع الخضر تطبخ هكذا، لكن هذه الخضر إذا ما قليناها في الزيت فتصبح محملة بالمسرطنات. ولذلك قلنا بأن الخبيث دائما يكون من فعل الإنسان ولا يكون من فعل الله سبحانه وتعالى، ثم أن الطيب دائما يكون من فعل الله سبحانه وتعالى ومن رزق الله. فهذه الأشياء، هذه كلمة طيب، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأن دائما هذا وصف الطيب بعنا. لماذا؟ لأن فيه آمن، ليس فيه خطر بمعنى جراثيم توكسينات، ثم فيه المسائل الحسية، الجودة الحسية، المذاق واللون والنكهة، ويعني هذه جيدة، يعني فيه هذه كلمة طيب تترجم هكذا، يعني in English it's safe and high quality, it's safe, no toxin, no microorganism, no hazardous compounds، وفي نفس الوقت عنده يعني الكواليتي high quality nutritional and organoleptic quality with the color, taste and flavor and odor and so on. يعني يكون فيه، هذا هو الطيب، كلمة طيب تحمل في معانيها يعني أشياء التي نحن الآن نعمل بها في هذه الدنيا، نحن نأكل هذه الأشياء هل هي طيبة أو يجب أن نضع يعني نقطة استفهام. لذلك هذه يعني الطيب الذي جاء في القرآن هو تعبير جمالي، لما نسمع كلمة طيب نحبها،
طيبات من الرزق نحبها، عندها صدى جيد. لما نحس نسمع كلمة خبيث لا نقبلها، فالنفس تشمئز حتى من كلمة خبيث. ولذلك هذا التعبير الجمالي هو عنده تأثير في نفسية يعني هذا المسلم. يعني هذه الآيات يعني الطيبات هذه يعني شيء. يا أيها الناس كلوا من طيبات، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وليس حلالا فقط، يجب أن يكون طيب. لماذا؟ لأن كلمة طيب أقوى من حلال، ليس حلال فقط، كلمة طيب في القرآن من الناحية العلمية scientific ماشي الفقه أو اللغة، يعني من الناحية العلمية كلمة طيب أقوى من كلمة حلال في القرآن. ولذلك جاء الله مؤكدا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني يا منصوبة على الظرفية هذه حلالا طيبا. فطبعا الحلال طيب، ولكن حلالا طيبا لازم يكون حلال ويكون طيب، ماشي حلال فقط. ولذلك يجب أن يكون هذا اللحم هو طيب حلال، ولكن أن يكون طيب، لا أن لا يتغير يعني مع يعني سوء استعماله، يجب أن لا يكون كأن مثلا يبقى 3 أيام أو 4 أيام ينتن ثم نطبخه أو شيء. يجب أن هذا الحلال أن يكون حلالا ويكون طيب بنفس الوقت بنفس الخصائص، يكون آمن بدون خطر ويكون كذلك بجودة عالية. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن القرآن دائما مقيد هنا في الأكل، ديما القرآن الأكل كله مقيد، يتقيد هنا بأن لا نفسد، يعني نأكل نشرب ولا نفسد، نأكل نشرب ولا نصرف ولا نسرف، نأكل ونشرب ولا نطغى، نأكل ونشرب ونأتي حقه، نأكل يعني دائم القرآن الأكل كله مقيد، يعني بالناحية الفقهية يعني في الأصول فالقرآن كله مقيد. إذا أراد أحد أن يجتاز يعني امتحان في الدراسات ولا في الشريعة ويعني جاء مثل القرآن المقيد، فليسرد أي آية في التغذية فهي مقيدة. يا أيها الذين آمنوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، هنا تقييد مقيد، القرآن مقيد بعدم الإسراف. ثم هنا يا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني بها الله سبحانه وتعالى، ولا تنزلقوا ولا تتصرفوا تصرفات أخرى لربما فيها إغراءات، أو ربما الشخص يريد أن يربح أن يكسب أكثر فيأخذ هذه المادة يمزجها بمادة أخرى ليبيعها بثمن أكثر أو شيء، فيسمى الغش. هنا يسمى الغش، إذا اتبعنا الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيكون غش. وهنا الآية تعني الغش، وأن كل غش منبوذ يعني في ديننا في الإسلام، منبوذ يعني غير مقبول الغش في الإسلام هذه، وبالعكس يجب أن يعاقب ويعاقب عقوبة شديدة. هذه يا أيها الناس خطاب عام وليس للمؤمنين، لماذا؟ لأن ليس قرآن الأحكام، ليس الشرع، لما يخاطب الله كل الناس فهم كلهم عباده، كلهم عباد الله وليس المؤمنون فقط. ولا يريد حتى للذين لا يؤمنون، لا يريد الله سبحانه وتعالى يعني أن يؤذيهم. حتى سيدنا إبراهيم لما سأل الله سبحانه وتعالى قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله، قال ومن كفر، لأن الله سبحانه وتعالى يؤتي المؤمن والكافر وليس للمؤمن فقط، وإلا ستكون حجة عليه سبحانه وتعالى، يعني لا يمكن، فهم عباده كيف ما كان المؤمن كيف هم عباد الله هذا. ولذلك هنا يا أيها الناس دائما تخاطب الناس بغير الشرع، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كل الناس مخلوقين من ذكر وأنثى، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني كل الناس مخلوقين من تراب، من تراب، وكل الناس سيبعثون. يعني هنا يا أيها الناس لما يتكلم عن الأشياء العامة المشتركة بين جميع الناس مؤمن وكافر، يعني الخطاب يا أيها الناس كلوا من كل شيء يأكل، يعني المؤمن والكافر كلهم سيأكلون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني دائما هذه حلالا طيب، كلوا في الأرض حلالا طيب، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الشكر قد يكون بالصدقة، قد يكون بعدم الإسراف، قد يكون يعني باقتسام الشيء مع الجار، قد يكون باقتسام الشيء مع الوالدين، المهم لا يمكن أن يبقى هذا، فهو مقيد بفعل ما بعده، بفعل بعده. فهذه الأشياء يعني هذه الطيبات وهذه كلام الطيب هو قوي جدا. ولذلك نحن نريد لغير المسلمين هذه الأشياء، لغير المسلمين أن كل المنتوجات الحلال فهي منتوجات طيبة، بمعناها أن منتوجات آمنة ليس فيها شيء، ويجب أن تكون كما خلقها الله طيبة، يجب أن تبقى طيبة بأن لا تتعرض للغش، يجب أن تبقى طيبة، بمعنى أن كل الأشياء الآن التي تتعرض للغش ليست طيبة.
ويجب كذلك ألا نطغى في هذه التصرفات، مثلا الطبخ والتصنيع والمسائل هذه والإضافات المبيدات ويعني استعمال المواد الغذائية، يعني كيف ما كان الحال فعني عندنا احنا الآن في البلدان الأمريكية عندهم سيريالز هذه اللي يفطرون بها في الصباح، هذه هي مواد غذائية خلقها الله طيبة ثم غيرت وحيرت لحورت لتعطيها بيلتس، لتعطيها هذه الأشياء التي تدوب في الحليب أو في الماء ليفطروا بها، هي أصبحت كنسميهم إكستروجن، الإكستروجن إندستري، الإكستروجن فودز، يعطيها شكل آخر، هو الشكل خلقها الله على شكل حبوب لكنها تطحن وتعد وتعطى شكل آخر، تعطيها شكل آخر، خبائز أو رقائق أو شيء لكي يعني يفطر بها الناس. فممكن أن تستهلك يعني كما خلقها الله، فقط أن تطهى أو تحضر أو تغسل أو تحضر من أشياء إلى آخر فعل. فهذا الطيب الذي خلقه الله في الكون هو طيب، يجب أن يكون حلالا، يجب أن يكون حلال ألا يشوبه حرام، يجب أن يبقى بخصائصه بأن لا نطغى فيه بأن لا نسرف فيه بأن لا نتبع فيه هوانا ويعني خطوات الشيطان، بمعنى أن لا نغش وألا نفسد هذا 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 الأكل. ونحن نرى أن هذه الأشياء الآن كثير من الطيبات التي الآن أفسدها الإنسان بيده، وأكبر طغيان الذي وقع في هذه الأرض، أكبر طغيان يعني في هذه الطيبات طغى فيها الإنسان، وأكبر طغيان هو التغيير الوراثي. لما ذهب الإنسان، لماذا؟ لأن هذه الأشياء خلقها الله طيبة، ليس فيها أليرجينات، ليس فيها خطر، ليس فيها مكونات يعني ممكن أن تزعج الجهاز الهضمي أو تحدث أشياء خطيرة، لكن الطغيان البحث العلمي وطغيان البحث العلمي، فهذا الطغيان جعل هذا الإنسان يخرج مكونات أخرى وأغذية أخرى مغيرة أو محورة وراثيا التي فيها خصائص تشبه، رغم أن العلماء الآن يريدون أن يقنعوننا بأنها بنفس الخصائص، من المستحيل أن تكون بنفس الخصائص لأن ليست من خلق الله سبحانه وتعالى، ولأن الإنسان طغى فيها، لأن هذه الجينات وهذه المورثات التي تدخل، نأتي بمورثة من حشرة وندخلها إلى شجرة ثم نقول أنها بنفس الخصائص، أو نأتي بمورثة مثلا من بكتيريا وندخلها إلى نبات ثم نقول أنها بنفس الخصائص، هذا كذب. ويعني هذه الساينتيفيك كوميونيتي زعما هذه المجموعه الباحث العلميه يعني كما قال الكوميونيتي، هذه ساينتيفيك كوميونيتي يجب ان تنتبه لهذه الاشياء. فنحن لدينا اشياء تعيننا، لدينا اشياء تعيننا بان نرى بالوضوح، عندنا ديننا الاسلامي الذي يجعلنا نرى اشياء بوضوح وان نعرضها على هذه الاشياء، ولكن يجب ان لا نعرضها هكذا بطريقه عشوائيه او عمياء او يعني مظلمه، او يجب ان يكون علم. لماذا؟ لأن القرآن قوي ونزل بعلم. يقول سبحانه وتعالى في سورة هود، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أربعة الكلمات تزلزل العالم كله، اليونيفيرس كله. كتاب يعني أحكمت آياته، ليس فيها يعني، ثم فصلت من لدن من؟ حكيم خبير. يعني هذه البدية ديال سورة هود بدية مزلزلة، بدية قوية جدا من الناحية العلمية ومن ناحية العلوم الكونية، من ناحية يعني لماذا؟ لأن حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذه هذا القرآن يعني بقوته بهذا الشكل يعني هذه، فيجب يعني أن نقرأه كذلك بقوة، نزل بقوة يجب أن نقرأه بقوة هذا القرآن، وليس هكذا نقرأه هكذا. فهذه الأشياء يعني كلمة الطيبات وكلمة الطيب في القرآن ليس فيها هذا فقط، فيها أشياء يعني أكثر ربما نذهب بعيد يعني في هذه في الطيبات، حتى يعني لما نأكل هذا الأكل ولا تطغوا فيه، تعني يعني في سورة طه، ولا تطغوا فيه فحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن آمن وعمل. فهذه تطغوا فيه تعني أن حتى كثرة الأكل وخلط الأكل يعتبر من الطغيان في هذه الطيبات، هذه أن نطغى فيها، إن هي طيبة لكن لما نخلطها مع بعضها ونأكل كثير فهذه يعني نفقدها هذه صفة الطيبات وهذه صفة الطيب. يعني إنسان إذا كانت معدته تسع 400 جرام يعني نصف كيلو، 400-500 جرام نصف كيلو، وهو يأكل 2 كيلو فهذا طغيان طبعا، يعني هذا يعني لأنه فات الحد، لأنه
تعدى هذا الحد مش المسموح به إنما الحد العادي الذي يعني خلقه الله واعتاده لهذا المش. فهذا الطغيان كثرة الأكل وخلط الأكل والأكل ليلا ثم الأكل أي شيء، فهذا كذلك يعتبر من الطغيان. ثم هذا الغش والفساد يعني في هذه الأغذية وفي هذه الطيبات من رزق هو كذلك يعتبر طغيان هذه. ثم كذلك هذا التغيير الذي طرأ على هذه الأشياء وهذه التقنية الحديثة التي أفسدت هذا الطيب فتدخل كذلك هذه في الطغيان. ولذلك هذه ولا تطغوا فيه، الله سبحانه وتعالى تشدد في التعبير، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. طبعا طبعا فقد هوى هذه. ولذلك يجب أن ننتبه كثيرا لهذا التعاليم الله سبحانه وتعالى في القرآن، ويجب بحث العلم نعم، العلوم نعم، تقدم نعم، من يقول لا؟ يعني لا، الله سبحانه وتعالى خلقنا نعيش بعلم ونعبد الله بعلم وكل شيء بعلم، لكن هذا العلم يجب أن يكون مقننا وأن يكون لديه ضابط، وهذا الضابط يجب أن يكون ضابط شرعي، ويجب أن لا نخشى أن يراقبنا أحد ولكن نخشى أن يراقبنا الذي خلقنا. فيعني مراقبة الله سبحانه وتعالى أحسن من مراقبة أي بشر وأي قانون على وجه الأرض. هذه الأشياء نعيد فقط قراءتها، نحن أعدنا قراءة فقط، نحن لم نأتي بأي شيء، لكن الطريقة التي نقرأ بها القرآن والطريقة التي نخرج بها الأشياء من القرآن يجب أن تتماشى مع ما يريده الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. وهو أنزل هذا القرآن في 23 سنة وبهذه القوة، فيجب أن تكون لديه هذه القوة. ليس هكذا لنقرأه كأي كتاب نقرأه ثم نضعه في الرفوف ثم نتبرك به ثم نقرأه يوم الجمعة. هناك من يقول لقد قرأت حزب ويسد المصحف، لو كنت حافظت آيتين حسن ما تقرأ ثلاث أحزاب. الذين يختمون القرآن في شهر لو حفظوا آية في النهار يحفظوا آية في النهار أحسن لهم من 100 ختم. لأن الذي يحفظ كتاب الله ليس الذي يقرأه، لأن لما تحفظ كتاب الله فهو معك ويناديك في أي وقت، وهذا القرآن ويتحدث معك ويتكلم معك، ولا يعرف سر القرآن إلا الذي يحفظه. وهناك من يتحفظ على كلمة حفظ، كلمة حفظ كلمة عربية عادية بدون تأويل وبدون أن يتفلسف علينا الناس. الناس كنا في المغرب كنقولوا كان حفظ القرآن فقط، هذه ما نعني به. أما حامل كتاب الله ولا حفظ والحفظ الله الذي حفظه، هذه أشياء يعني ما ندخلوش في هذه المسائل هذه. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تدخلنا للاختلاف، إذا دخلنا للاختلاف هلكنا. وكما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يعني الحزب الأخير، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد فاقتتل فاختلفوا اختلفوا فاقتتلوا. لما نختلف نقتتل، نقتتل أدبيا بالكلمات وبال يعني بالسب وبالشتم وبالانتقادات وبالرفض وبالتكفير يسمى اقتتال كذلك، هذا هو اقتتال. ولكن لماذا؟ لأنهم اختلفوا. إذا اختلف الناس يقتتلون، وهذا هو المشكل. يجب أن يتجنب الناس أي شيء يجعل الناس يختلفون، ويجب أن لا نختلف، فكلما اختلفنا تقاتلنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.